إذن هذه الأشهر الهجرية أو الأشهر الحرم هذه منذ خلق الله السماوات والأرض ليست حديثة، ولذا كان أهل الجاهلية يعرفون هذه الأشهر، يعرفون شهر محرم وشهر صفر وشهر ربيع الأول وربيع الثاني وجماد الأولى وجماد الآخرة ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذي القعدة وذي الحجة، يعرفون هذه الأشهر وهي قديمة، كما قال الله تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم.